اتربيت عليه. انسوا اني ابعد عنه، انسوا لو تشوفوا ولو تحسوا الزمالك جالي عندي قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من الهدف. فاز من يستحق، فاز الأفضل، فاز الأحسن، فاز من أعد للمباراة بشكل أفضل بكثير. بعد 30 سنة و8 شهور وأسبوع الزمالك يعاود الانتصار على النادي الأهلي في السوبر الإفريقي. نادي الزمالك النهاردة يستحق المكسب، نادي الزمالك أفضل، نادي الزمالك أحسن. مارسيل كولر بيقدم واحدة من أسوأ مبارياته منذ أن تولى المسؤولية في النادي الأهلي. واضح جدا جدا أن جوميز هو اللي مجهز الفرقة أفضل، محمس الفرقة أفضل، مجهز فرقته بشكل كبير جدا. تغييراته كانت فعالة وكانت مؤثرة في نتيجة المباراة، عكس كولر اللي كان حتى تغييراته ما فيهاش أي شيء من المنطقية، ما فيهاش أي شيء من تحس أنه هو بيبني عليها حاجة، تحس أنه هو بيغير وخلاص. الزمالك قدر ان هو يحقق السوبر للمرة الخامسة في تاريخه، ده السوبر الخامس لنادي الزمالك، وبيرفع الزمالك عدد ألقابه القارية الى 15 بطولة. المرة الثانية بينجح الزمالك في حسم اللقب للسوبر بركلات الترجيح بعد ما فاز على المقاولين سنة 97 بركلات الترجيح. ايضا النادي الاهلي بيخسر السوبر للمره الثانيه على التوالي. السنه اللي فاتت خسر النادي الاهلي بقياده مارسيل كولر امام فريق وفاق سطيف، اتحاد العاصمه، بهدف بركلات الترجيح، والنهارده بيكرر نفس القصه. واضح ان مارسيل كولر عنده مشكله مع السوبر الافريقي. لكن نروح لصاحب الفرح، صاحب الانتصار المستحق لنادي الزمالك النهارده، اللي قدر يرجع في المباراه بعد ما تقدم النادي الاهلي بركله الجزاء سجل منها وسام ابو علي. استطاع ان يعود في الشوط الثاني اللي سيطر عليه سيطره تامه، سيطره شبه كامله طوال ال 45 دقيقه بجانب 6 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع. قدر فيهم جوميز بتغييراته في اول كوره بيستطيع فيها نادي الزمالك بعد ما خرج سيف الدين الجزيري، قدر ان هو يسجل هدف التعادل مباشرة ويتعادل الزمالك 1-1 ويكمل سيطرته على المباراة، وكاد انه يسجل الهدف الثاني. نادي الزمالك في بعد هذه المباراة بيحقق المكسب الثاني جوزيه جوميز على مارسيل كولر توالية. فاز على مارسيل كولر في الدور الأول من بطولة الدوري، والنهاردة بيفوز على النادي الأهلي في السوبر الإفريقي. مارسيل كولر النهاردة بيخسر تاني سوبر على التوالي، وزي ما شايفين حضراتكم دي ركلة الجزاء اللي حصل لغط عليها وكلام كتير وما بين ولا وصحيحة غير صحيحة. لكن معظم المحللين لو دخلت كده وشفت تحليلاتهم هيجي يقولك انها ضربة جزاء صحيحة 100%، لان كان فيها تهور. هتقول لي ان اكرم شاط، هو اكرم شاط بس هي كان فيها تهور لانه كمل فيه. هنشوف على فكره النهارده خلال الحلقه وهنتكلم في كل هذه الامور وهنوضحها، لكن كان في نقطه بسيطه جدا. بعد احتساب ركله الجزاء لصالح النادي الاهلي ما كانش يجب الاحداث اللي حصلت دي كلها. حتى لو ضربه الجزاء خطا، ما بنشوف في الدنيا كلها ضربات جزاء بتبقى خطا وبيروح للفار الحكم وبيرجع ويحسبها والدنيا بتمشي. ما ينفعش ان احنا نهدد ونخرج بره الملعب ونرجع تاني. صورة مصر اهم، يعني دي صورة مصر اهم.
دي النقطة الوحيدة، لكن بعد كده طول المباراة اللعيبة مع بعض زي الفل، بيسلموا على بعض، اللي بيعمل فاول بيقوم، بيعمل بيسوي، الامور ماشيه تمام جدا جدا، مفيش اي مشاكل بين اللعيبه، لكن هي دي اللقطه الوحيده اللي ما كانش ليها لازمه. لكن عموما نختصر الكلام كله، الزمالك هو الافضل، الزمالك هو الاحسن. انت النهارده النادي الاهلي راح للجول مرتين، شوطه وسام في الشوط الاول وشوطه تانية لحسين الشحات في الشوط التاني، فقط لا غير، مفيش حاجه تاني، مفيش اي رغبه، مفيش اي حماس، مفيش اي رغبه في الفوز، تحس ان فريق مش عايز يكسب، فريق سلبي جدا، يعني النادي الاهلي بيأدي بسلبيه جدا. على النقيض تلاقي فريق واقف على رجله بدنيا، وده مهم جدا، ده احنا في بدايه موسم، نادي الزمالك بدنيا بهذه بهذا الاداء وهذه المهارات بتاعت لعبته. الشوط الثاني شفنا زيزو بيتحرك. المكسب لنادي الزمالك النهارده هو بنتايك اللي اتحصل عليه كلام كتير جدا، وان الراجل مش مقتنع بيه والراجل عايز يمشي. النهارده الراجل عامل ماتش حلو قوي، وواضح ان هو لعيب كويس قوي، وهي كانت مفاجاه جوزيه جوميز فاجئ بيها، حتى جمهور الزمالك الدنيا كلها اتفاجئت انه بدا بمحمود بنتايك اللي من وجهه نظري الشخصيه ادى مباراه جيده جدا. من ضمن النقاط برضو الافضل للزمالك واللي رجحت الزمالك التغييرات، تغييرات الزمالك، تحس ان الراجل خلاص عايز يكسب ويتعادل ويكسب ويخلص، روح قلب قلب، على عكس الاداء السلبي الباهت على الجانب الاخر اداء النادي الاهلي اللي ما فيهوش زي ما قلت لكم، تحس ان فرقه ما فيش رغبه في المكسب، ما فيش رغبه انها تحقق شيء. خليني اقول لحضراتكم النهارده لو شفنا تغييرات الزمالك، خرج مصطفى شلبي، وخرج سيف الدين الجزيري، وخرج ناصر ماهر، وخرج دونجا، بس دونجا كان للإصابة يعني، وخرج عمر جابر، نزل بقى كونراد وناصر منسي وعمر فرج ومحمد شحاتة وزياد كمال. مين اللي حقق التعادل؟ ناصر منسي اللي حقق التعادل للزمالك في أول كورة، في أول لعبة جاب التعادل للزمالك، عشان كده بقولك إيجابية التغييرات. تعال شوف على الجانب الآخر، الأهلي خروج محمد هاني مصاب، بيرسي تاو خرج، إمام عاشور واحدة من أسوأ مبارياته، مروان عطية كان تغيير غريب جدا، حسين الشحات، نزل بقى طاهر وقفشة وكوكا ورضا سليم. مين اللي حقق السيطرة؟ الزمالك. مين اللي كان أحسن؟ الزمالك. مين اللي يستحق؟ الزمالك. هنا التغييرات اتعملت كلها، وهنا التغييرات اتعملت كلها. هنا تشوف مدرب جوزيه جوميز راجل اشتغل وعارف هو بيعمل ايه، واشتغل ان هو يتعادل، وزي ما بقول لحضراتكم كاد انه يخلص، وهو الأحق. هرجع اكررها تاني، اللي بالمكسب النهارده نادي الزمالك، واللي يقول غير كده يبقى بيغلط نفسه. الزمالك النهارده يستحق كاس السوبر الافريقي بنسبه 100%. دي زي ما بقول لحضراتكم التغييرات. تعالى لو رحنا لركلات الترجيح، هتلاقي رامي ربيعه سجل، عمر كمال سجل، يحيى عطيه الله اخفق، طاهر سجل، وسام اخفق. الزمالك الاربعه سجلوا، عبد الله، مسلوسي، ناصر منسي، حسام عبد المجيد. دي ركلات الجزاء، الزمالك ما ضيعش ولا واحده، سجل الاربعه، الاهلي الخمسه ضيع اتنين. من الشيء الغريب جدا اللي برضو تحس فيه ان يحيى عطيه الله بيتحمل جزء او جزء من الهدف التعادل لنادي الزمالك، لانه بدل ما يطلع الكره لعبها بكعب رجله، اتخطفت وعملها عمر جابر، ودخل ناصر منسي سجل هدف التعادل. ام كولر يحطه يشوط ركله الجزاء كمان، شيء غريب جدا برضو، من حاجات كولر الغريبة النهاردة. ما هو كل مدرب انت بتبص وتشوف هو بيعمل ايه، هنا تصرفات غريبة جدا، وهنا جوميز تصرفات ذكية جدا وتركيز شديد جدا. يعني النهاردة جوميز رد على كل منتقديه، كل الناس اللي قعدت تنتقد في هذا الرجل ويمشي ويقعد ومش، لا، راجل ذكي جدا، تعامل مع المباراة بشكل رائع جدا، راجل استحق المكسب بنسبة 100%. هنا تبص المدرب وهنا تبص المدرب، شوف ده اشتغل عمل ايه، وبص ده اشتغل عمل ايه، شوف ده تعامل مع المباراة ازاي، وشوف ده تعامل مع المباراة ازاي. كولر سلبي جدا، مفيش اي رغبة، واحد متحمس جدا، جاهز جدا للمباراة، ومجهز لعبته، محضر لعبته. لعبت الزمالك النهاردة فايقة، لعبت الزمالك تحس النهاردة ان هي في نص الموسم، لعيبة فايقة بدنيا وحركة ونشاط وقوة والتحامات وكل حاجة. فريق تاني تحس ان هو في بداية الموسم، الاهلي، هو الاهلي النهاردة اللي كان في بداية الموسم، لكن الزمالك تحس ان هو في نص الموسم جاهز.
فعشان كده استحق الزمالك. مبروك للزمالك، مبروك لجمهور الزمالك ولإدارة الزمالك وللجهاز الفني لنادي الزمالك، وبخص بالجهاز الفني جوزيه جوميز اللي عجبني جدا النهارده، اللي النهارده الراجل ده رد على كلام كتير جدا ورد على حاجات كتير جدا كانت الناس بتتكلم عليه، النهارده بيدفع ببنتايك ومش همه وجاهز، والولد عمل ماتش حلو جدا محمود بنتايك النهارده، مكسب كبير لنادي الزمالك. راجل اتحمل كميه نقد على ختام الموسم السنه اللي فاتت، لكن واضح برضو ان هو راجل ما تاثرش بهذه الامور وقعد يشتغل على مباراه السوبر، وفعلا استحق جوزيه جوميز النهارده انه يرفع الكاس ويحتفل جوزيه جوميز مع جهازه الفني ومع لعيبته مع جمهوره مع ادارته. مليون مبروك لنادي الزمالك. حكم اللقاء معتز الشلماني، شفناه النهارده ادار المباراه، واكتر من كوره حصل عليها لغط، ابرزها الكوره اللي احتسبها ركله جزاء للنادي الاهلي. خلينا نروح لحكمنا الدولي السابق كابتن ياسر عبد الرؤوف. مساء الخير يا كابتن. مساء الفل محمد، تحياتي لحضرتك ولجميع المشاهدين. كابتن ياسر، اول حاجه عايز اعرفها منك قبل ما نخش في تفاصيل، رايك في اداء معتز الشلماني والاثنين المساعدين اللي معاه والطاقم كله، يعني في ادائه لهذه المباراه، وجهه نظرك ايه؟ خلينا نقول طبعا احنا من البدايه خالص عارفين ان المباراه هتبقى صعبه وهيبقى فيها طبعا اندفاع بدني جديد، وعارفين هيبقى الاعصاب مشدوده، فكلنا عارفين ان المباراه هتبقى صعبه، واكيد نفس الوضع معتز. الحقيقه هو بدا البدايه الكلاسيكيه للحكام، اللي انا بحاول بقدر الامكان ان انا ما احتسبش مخالفات، ما اديش انذارات، احاول ان انا اتعامل بالبادي لانجوج، احاول ان انا احاول افرض شخصيتي. تمام. وبعدين يعني خلال اول 3 دقائق كان في مخالفتين هو حسبهم بدون انذارات، والحقيقه انا شايف برضه ان هي ما تستحقش انذارات. بعد كده كان في حاله بتاعت حسين الشحات مع تدخل مع دونجا، اعتقد دي كانت في الدقيقه 31، ودي كان الحقيقه لابد انذار، والحقيقه هو ما طلعوش. تمام. خلاص من هنا هيبدا الميزان بالنسبه له ان هو ما يستحق الانذار هيديه، وما يستحق ما لا يستحق مش هيديه. تمام. وصلنا للمصدر بقى سين بتاعت الماتش اللي هي ركله جزاء الاهلي. ايوه. تمام. احنا الحقيقه بعد فتره من الزمن اللعب وقف عشان كان في مخالفه على عمر جابر، فاكتشفنا ان في مراجعه من غرفه الفار على احتماليه وجود ركله جزاء. تمام. وبعدين تم استدعاء معتز الشلماني، بدا يعرض له او بدات بقى تعرض له الزوايا المختلفه للحاله زي ما حضرتك كده بتعرض قدامنا. تمام. خلاص يعني هو اكرم لاعب الكوره. تمام. ولكن طريقه دخول المفلوسي بالشكل ده بالاستفزاز في وش رجل اكرم توفيق فبالتالي المخالفه موجوده والكوره جوه الملعب ما زالت، فبالتالي ركله الجزاء سليمه، فهو شاف الزوايا دي وبعدين قرر بعديها ان في ركله جزاء، وده اللي عمله معتز. طيب كابتن ياسر، بعد اذن حضرتك، يعني من وجهه نظر كابتن ياسر عبد الرؤوف ضربه الجزاء صحيحه؟ طبعا. طيب كمل بقى بعد كده حضرتك كده الشوط الاولاني. احنا كده خلصناه خلاص بعد ضربه الجزاء. كان في الكوره بتاعت عمر كمال مع دونجا. ايوه دي كانت في الدقيقه 7 من الوقت الضايع. مظبوط. تمام. بنفس المفهوم هو برضه الكوره خرجت من راس او من راس من راس دونجا، وما زالت موجودة جوه الملعب. عمر كمال بجسمه أو تحديدا بالمقعدة اصطدم بنوع من أنواع الإهمال، كان لابد من معتز إن هو يحتسب ركلة جزاء، أما وإن هو المعيار عنده واحد وما احتسبش الأولى وما احتسبش الثانية، فكان لابد من معيار حكم الفار يكون واحد في الحالتين، زي ما اتدخل في الأولى يتدخل في الثانية ويستدعيه ويوري له المخالفة اللي هي موجودة. طب هنا كابتن ياسر عبد الرؤوف، حضرتك تلوم على الفار ولا تلوم على معتز الشلماني؟ على الاثنين. ما هو اي خطا في الملعب اساسه الحكم، ما هو لو الحكم ما اخطاش الفار مش هيتدخل. تمام. تمام. فبالتالي كان لابد الحكم الفار ان هو يتدخل ويستدعيه زي ما حصل في الحاله الاولى، ويقول ان في مخالفه وهو يقيمها بنفسه اذا كان في مخالفه ولا لا. اما على راي انا المخالفه موجوده وركله الجزاء غير محتسبه للنادي ده. تمام. ده نهايه الشوط الاول كده، احنا خلصنا الشوط الاول كده. ندخل بقى على الشوط الثاني. كان في حالة سقوط برضو يحيى عطية الله، كان في اشتراك مع المفلوسي والاثنين كانوا بيجروا التحامات كلها طبيعية، وبعدين بعد
ما وقع حصل دهس من قدم المسلوسي على ايد يحيى عطيه الله. يحيى عطيه الله، ولكن الحالات اللي زي دي تصنيفها في القانون ان دي حركات لا يمكن تجنبها. لاعب نايم على الارض ولاعب تاني بيحاول ان هو يجري، مكان نزول رجله هو مكان اليد الموضوعه من المهاجم، فبالتالي استمرار اللعب كان قرار سليم ومراجعه سليمه كمان من حكم الفار. تمام تمام. بعد كده مشينا على انذار دونجا. الانذار الحقيقه يعني معتز برضه ما كانش فيه اتصرف بالشكل السليم. انت عندك لاعب مصاب، الجهاز الطبي بتاعه ما نزلش ليه، فبالتالي بيجيب النقاله علشان تخرجه بره عشان يتعالج. تمام. وكمان بالاضافه الى ان هو كان كده كده هيستبدل. فالحقيقه هو الراجل مشي على رجليه فهو اداله الانذار، مش هختلف معاه كتير فيها. بعد كده انذار زيزو للمسك في هجمه واحده على رضا سليم غالبا. كانت مع رضا سليم، زيزو ورضا سليم. ايوه الانذار برضو سليم ما فيهوش اي مشاكل. بعد كده اللقطه الوحيده اللي يعني انا يعني كنت اتمنى ان هي تتقابل بشيء من الجديه وبشيء من الحظ. تمام. اثناء تسجيل ركلات الترجيح بعد ما نصر المنسي سجل الركله بتاعته، تمام، عمل اشاره احنا طبعا كلنا عارفينها اللي هي بيشاور فيها على رقبته. تمام. فكنت اتمنى ان معتز ياخد معاه اجراء ويديله انذار، وطبعا هنا مفيش تدخل لحكم الفار لان ده انذار مش كارت احمر. كابتن ياسر بعد اذنك، هو ممكن ساعه ركلات الترجيح دي ممكن الحكم يروح يدي انذار؟ اه طبعا ممكن يشرب. تمام تمام. اه طبعا ما ده جزء من المباراه يعني. تمام. حتى لو كنا احنا بنقول هي حاله علشان نحدد فيها مين الفائز، ولكن ما زال الفرقتين بالاجهزه الفنيه بالاحتياطي باللعيبه المستبدلين تحت سلطه الحكم. تمام تمام تمام. طيب كابتن ياسر عبد الرؤوف، يعني ايه اجمالا تدي طاقم التحكيم كم من 10؟ اجمالا هقول ان التوفيق كان معاه بشكل كبير جدا. ان الخطا اللي كان ممكن يبقى مؤثر اللي هو عدم احتساب ركله جزاء للزمالك اصبح خلاص مش مؤثر. تمام. واصبح خلاص في طي النسيان. مظبوط. بنكسب الزمالك. اما لو كان الزمالك كان في نتيجه ثانيه كنا هنتكلم ان في خطا مؤثر اثر في نتيجه المباراه. تمام. احنا بنتكلم في الاخطاء المؤثره، مفيش اخطاء مؤثره، انما في خطا جسيم اللي هو عدم احتساب ركله جزاء لنادي الزمالك. مش هعرف كتير عند انذار ده هنا او ما ادهوش او فاول ما حسبه هنا او ما حسبه. طبعا طبعا. ولكن اجمالا لا، هو اتاثر بسير احداث المباراه، اتاثر بالتوتر اللي موجود، حسب الحقيقه مجموعه من المخالفات ما لهاش وجود. تمام. للفريقين. هو كان عايز بقدر الامكان ان هو اي حاجه بيشوفها تمام بيحسبها، او اي لاعب بيقع هو بيحسبه. تمام. المباراه عدت بستر وسلام، ساعدوا فيها على فكره بشكل كبير سلوك الفريقين. السلوك كان محترم جدا جدا جدا، يعني حتى اللحظه اللي حصل فيها توتر هي حصل توتر فيها وانتقل بين اللعيبه ما كانش في حاجه، وهو تعامل مع اللعيبه اللي هي شايف ان الاعتراض بتاعها مبالغ فيه، وادى انذار للمسلوسي وادى انذار لسيف الجزيري. تمام. برضه كان في مناقشه بينه وبين الجزيري بشكل مش لطيف من الجزيري، كان في الدقيقه 24 وما تعاملش برضه معاها. اجمالا المباراه كانت صعبه. هنقول ان هي عدت بالاخطاء اللي فيها وعدت بالايجابيات بتاعته اللي فيها. توفيق ربنا كان عامل حاسم بالنسبه له، لان احنا كان زمان دلوقتي بنتكلم في موضوع تاني خالص، ونظريات المؤامره والحكام والتحكيم والاخطاء المؤثره، ولكن الحمد لله ان هو كان ربنا يعني مديله التوفيق ان المباراه تنتهي بالشكل ده. اخيرا يا استاذ محمد، قبل ما اقول مبروك للزمالك بقول مبروك للاهلي الاداء، بقول مبروك للاهلي السلوك، وبقول للزمالك مبروك النتيجه ومبروك الاداء. مبروك. ما قلتليش تديله هو والطاقم بتاعه كم من 10؟ يعني في مباراه زي دي لا، ممكن يوصل ل 7 او 9 من 10، 8 من 10 يعني. ده يعني كويس. طبعا مباراه صعبه، مباراه صعبه. لا انا بتكلم يعني انت شايف ان معتز الشلماني 7 او 8 من 10؟ يعني دي اعتقد درجه كويسه في طبعا على درجه صعوبه المباراه، على درجه صعوبه المباراه دي درجه عاليه. انت حضرتك حاطط اعتبارات المباراه والاجواء والظروف اللي حصلت في تقييمك. خلي بال حضرتك حتى الاتحاد الدولي لما بيجي نكتب التقرير بتاعنا اللي هو الخاص بتقييم الحكام بتتحط درجه صعوبه المباراه. تمام. درجه صعوبه المباراه دي من العوامل اللي هي بتاثر. المباراه السهله اللي بدون اختبارات، اللي بدون ضغوط، اللي بدون عصبيه، غير المباريات الثانيه. تمام. مباراه نهائيه من شوطين، غير المباراه النهائيه اللي هي لسه هيبقى ليها مباراه عوده.
فكل الاعتبارات دي لا لازم نحطها في الاعتبار واحنا بنقيمه. اكيد. اعتقد ان هو وزمايله نجحوا، ولكن الحقيقه حكمه الفار ما قدرتش ان هي تساعده في اللعبه اللي هو افتقدها اللي هي ركله جزاء الزمالك اللي هي بتاعت عمر كمال ودونجا. بالظبط كده. تمام. ولكن في الاخر اللي احنا هنقوله المباريات اللي هي الكبيره لازم يكون فيها عصبيه ولازم يكون فيها اخطاء. تمام. الامر الخطا اللي عنده هو خطا جسيم بعد خساره ركله الجزاء، بس هو يعني ظروفه انه عدى لان الزمالك كسب. بالظبط كده. هو كده يعني هو عدى خلاص. بالظبط. احنا كده خلاص مش هنتكلم في ان خطا غير في نتيجه المباراه. مظبوط. وهو ده اكبر حاجه الجماهير بتقف عندها والنقاد والمتابعين والمحللين. ده صح. فالنهارده خلاص ما بقاش في المجال اللي احنا بنتكلم على خطا مؤثر، ولكن احنا بنتكلم على خطا جسيم بعد الاحتساب ركله الجزاء، وده على فكره ده التصنيف اللي هو بيتعامل بيه الاتحاد. تمام. كابتن ياسر عبد الرؤوف حكمنا الدولي السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما بكون مبسوط جدا 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 بتحليلك، واحد من حكامنا المحللين 10 على 10، يعني ما بيهموش اي حاجه هو اللي قدامه بيشوف، فواحد من المميزين جدا جدا كابتن ياسر عبد الرؤوف، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. زي ما بقول لحضراتكم هي المباراه تحكيميا كانت صعبه ومش هنختلف على الامور دي كلها، لكن هو برضو الامور ساعدته ان هو معتز الشلماني ان هو يخرج بيها لبر الامان، وبعيد بقى عن اي مشاكل كانت ممكن تحصل او تاثير على نتيجه المباراه. الزمالك كسب لان هو اللي يستحق وهو الافضل وهو الاحسن، والاهلي خسر لانه كان سيء اداره فنيه واداء لعيبه في الملعب. انا مش عارف اذا كانت اللعيبه بتادي الاداء، هو كولر قال الاداء يبقى كده؟ ما هو مش ممكن يكونوا هم بيادوا من دماغهم، اكيد هو لعبه كده، هو طالب منهم يلعبوا كده، فالاثنين اسوأ من بعض سواء لعيبه او مدير فني. النهارده الاثنين سيئين، على الجانب الاخر او العكس على طول هتلاقي لا لعيبه احسن لعيبه افضل. الزمالك النهارده الشوط الثاني انا كان عاجبني زيزو جدا، هو ده زيزو اللي احنا نعرفه، اداؤه وتحركاته وروحه وكروساته والشغل اللي بيعمله. زيزو يمكن كان اميز لعيب في نادي الزمالك في الشوط الثاني اللي هو سيطر عليه الزمالك سيطره تامه، وكان هو الافضل والاحسن. زيزو كان هايل في الشوط الثاني، بجانب بقى لما حصلت التغييرات بخروج الجزيري ونزول ناصر منسي اللي قدر في اول كره ان هو يسجل هدف التعادل، وعوده الزمالك بقى ايه للتفكير في المكسب. وطبعا اكيد كان هو بيفكر في التعادل الاول وبعد كده يشوف المباراه تمشي ازاي، لكن هو قدر ان يحقق التعادل. لكن ركلات الترجيح ابتسمت لنادي الزمالك، وخلي بالك الابتسامه دي ما بتجيش غير للي يستحق، للي يستحق. مش ممكن يعني ربنا هيخليك تجتهد وتعمل ده كله وتخسر في الاخر، مستحيل مستحيل. لازم اللي حصل في الشوط الثاني ومعظم فترات المباراه، لا الزمالك افضل طبعا، الزمالك احسن كتير جدا جدا جدا. يعني النادي الزمالك النهارده ابتدى بتشكيل عواد ومحمود بن تايك وحمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد وعمر جابر دونجا وعبد الله ومصطفى شلبي وناصر ماهر وزيزو وسيف الجزيري، ده التشكيل اللي بدأ بيه الزمالك. والتشكيل اللي بدأ بيه الأهلي الشناوي ويحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وهاني مروان وأكرم توفيق الشحات وإمام وتاو وسام أبو علي. وزي ما قلت لحضراتكم من شوية التغييرات بقى اللي حصلت اللي هي اللي كانت ليها فعل السحر فعلا، تغييرات لعيبة نزلت فرقت، لعيبة نادي الزمالك نزلت فرقت، ولا وتغييرات النادي الأهلي لم تقدم شيء كما هو الحال. لو ما كانش عمل تغييرات خالص ما كانش هتفرق لا في اداء ولا في نتيجه ولا في لعب ولا في روح ولا في اي حاجه خالص. طيب عايز بقى نتكلم بقى في بقيه حلقتنا كلها، نتكلم كوره بقى بعيدا بقى عن التوتر والاعصاب اللي كانت مشدوده. طبعا كل الناس سواء اهلاوي او زملكاوي حضرتك كنت قاعد بتتفرج باعصاب مشدوده متوتر، لكن تعالى بقى بهدوء نقعد مع واحد من كبار محللينا وواحد من اكبر مدربينا في مصر كلها الكابتن فاروق جعفر، وايضا واحد من نجوم النادي الاهلي وفي التحليل بيتكلم كوره ولا اروع الكابتن عادل عبد الرحمن. نطلع للفاصل ونتكلم بقى عن مباراه الاهلي والزمالك، والزمالك بطل السوبر الافريقي عن جداره واستحقاق للمره الثانيه على حساب النادي الاهلي بعد 30 سنه و8 شهور واسبوع واحد. بعد الفاصل نكمل.